بين الحكومة والأوساط الثقافية كان السمة الطاغية على أحداث عام 2011 الثقافية. فالصراع بين الجانبين الذي اقتصر على صفحات الإنترنت والصالونات المغلقة خرج إلى العلن بعد اقتحام قوة عسكرية مبنى اتحاد الأدباء للمرة الثانية خلال شهرين بعد 5 أيام من بدء العام الجديد. وخلال الشهر ذاته تعالت أصوات تطالب بإخراج وزارة الثقافة من المحاصصة. ومع هذا فإن العام لم يكن كله خلافا، بل كانت هناك إنجازات ثقافية كبيرة نسبيا، كان من أهمها عودة العراق لتشكيلة اتحاد الأدباء العرب منتصف تشرين الثاني بعد أن علقت عضويته لأكثر من 8 أعوام. بينما شهد المسرح الوطني وعودة النشاط إليه بصورة مكثفة وشهدت خشبته عروضا جادة وأخرى شعبية استطاعت أن تجذب العديد من المشاهدين إليها، بينما كان للدراما التلفزيونية حصة الأسد هذا العام بسبب اهتمام الفضائيات العراقية بإنتاج عشرات المسلسلات التي حاولت محاكاة الواقع وتوثيق الماضي. أما السينما العراقية فبقيت على ركودها بسبب انعدام الدعم وعدم وجود استثمار فيها. منظمة اليونيسيف اعتمدت كاظم الساهر كأول فنان عراقي يشغل منصب سفير المنظمة الدولية للطفولة في بغداد، ولم يكن الساهر الوحيد الذي زار بغداد بعد سنين الغربة، فالعاصمة اكتحلت في شهر آيار بعودة شاعرها مظفر النواب الذي ابتعد عنها لسنين كثيرة بسبب مواقفه السياسية. العام كان أيضا حافلا بالمهرجانات الشعرية والثقافية، مع أن الاستعدادات لبعضها كانت دائما ما تصطدم بقلة التخصيصات المالية أو التأجيل لمناسبات دينية، لكن بعضها الآخر كتب له النجاح على أي حال، كمهرجان المتنبي الذي عقد في أيلول ومهرجان الجواهري وأكثر من مهرجان سينمائي، ليختتم مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب في كانون الأول العام الثقافي بحضور صحفيين وإعلاميين من الوطن العربي. وفي العام نفسه أقر البرلمان قانون حماية الصحفيين المثير للجدل. على صعيد آخر، تعثرت خلال العام استعدادات بغداد لإعلانها عاصمة للثقافة العربية عام 2013، بعد أن كان من المفترض أن يحقق هذا العام إنجازا بإقامة مركز بغداد الثقافي في شارع الرشيد وإنشاء 3 قصور ثقافية في جانبي الكرخ والرصافة ودار للأوبرا، لكن الأمر أرجئ بسبب قلة التخصيصات المالية وتحويل بعضها إلى وزارة الدفاع حسب ما أعلنت أمانة بغداد في تشرين الأول، التي هددت بالانسحاب من مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية. العام الذي بدأ بالخلاف بين المثقفين والحكومة انتهى بخلاف آخر أثارته مطالبة دائرة السينما والمسرح بإلغاء التمويل الذاتي في تشرين الثاني، وهو ما أثار مخاوف المثقفين من أن تتجه الدائرة إلى الأعمال التجارية بهدف الربح لتغطية مصروفاتها. بينما فقدت الساحة الثقافية العراقية شيخ النحاتين محمد غني حكمة الذي ودع بغداد قبل فترة قليلة من وفاته، لكنه اختتم حياته بإهداء بغداد التي أحبها 4 أعمال نحتية بدأت أمانة العاصمة بنصبها بعد رحيله، ومنها هذا النصب الذي يجسد الثقافة والحضارة العراقية التي يحول بينها وبين السقوط أكثر من رجل. نازم محمد، السومرية.